من منتصف القرن التاسع عشر بدأت رحلة العراقيين والتفقة تصير أكثر شاعرية. التفقة اللي ازدهرت مع باقي الأسلحة بعد الاحتلال البريطاني. بذيك الحقبة كان السلاح حاجة ملحة ومكملة لشخصية المواطن العراقي، وخاصة الفرد داخل العشيرة. لكن يبقى هذا السلاح غير رسمي. الأمر اللي دفع الملك فيصل بالثلاثينات إلى إرسال برقية الحلفاء الغربيين وقال لهم كل بنادق جيشنا وشرطتنا 15,000 بندقية فقط، مقابل هذا أكو أكثر من 100,000 بندقية بيد المواطنين والعشائر. واليوم وبعد أكثر من 100 سنة على تأسيس الدولة استمرت رحلة السلاح غير الرسمي كونها مشكلة ملازمة للعراق، حتى وصلنا لحكومة السوداني اللي أعلنت عن خطة لجمع الأسلحة من المواطنين. فهل ينجح السوداني بما فشل به الملك فيصل؟ خلونا نشوف التفاصيل. الحكومات اللي ترهقها النزاعات والحروب الداخلية والأهلية ممكن تتخذ قرارات صارمة على تداول السلاح بين أيدي المواطنين. وبالعراق ماكو حاجة لاستعراض كمية مشاكل الأسلحة غير المرخصة واللي عربدت بهذا البلد وصارت مثل المنية اللي تحوم حول أرواح العراقيين بكل مناسبة ومدينة وقرية. بالنزاعات العشائرية والشخصية، بمراسيم الفرح، بالعراضات، حتى بالحزن، أكو رصاص في السماء. لهذا حكومة السوداني ما شافت حل غير شراء الأسلحة من المواطنين لتخفيف هاي الأزمة. طبعا فكرة شراء الأسلحة مو جديدة، شفناها قبل وفشلت ولأسباب كثيرة تتعلق حتى بفهم الشخصية العراقية لطبيعة تحدياتها اليومية أو حتى استراتيجية. فرد العراقي لازم عنده سلاح، وبأحيان كثيرة لازم عنده سلاح غير مرخص وغير مسجل حتى يحمي نفسه أو ينجو من التعقب والملاحقة. أما سلاح الملثمين المنظمين فما زالت دماء ضحاياه تظاهرات تشرين غير مقتص لها. المهم الخطة الحكومية لشراء الأسلحة من المواطنين وبحسب وزير الداخلية راح تكون بخطين. الأول تسجيل الأسلحة الخفيفة بمراكز الشرطة عبر إطلاق استمارة إلكترونية، والخط الثاني شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة مباشرة من المواطنين. ولهاي العملية تم تخصيص 1,000,000,000 دينار لكل محافظة. لكن أكو من يعتقد أنه مهمة سحب السلاح من المواطنين تفوق قدرات وزارة الداخلية، بل يحتاج الأمر حتى إلى توافق وقرار سياسي كبير. مثلاً عضو مفوضية حقوق الإنسان السابقة سيد علي البياتي يعتقد أن المهمة أكبر وتحتاج حتى إلى حوارات مع جميع الدول اللي عندها نفوذ بالعراق. قصة السلاح دائما تنطينا معادلة بأنه مستقبل العراق السياسي ليس بأمان بوجود كمية فوهات البنادق غير المرخصة اللي بيد المواطنين والجماعات المختلفة. بالمجمل الخطة تتضمن شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة في وقت
تشير بعض التقديرات بأنه إعداد الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قاذفات وهاونات وأحاديات اللي دائماً نشوفها موجودة بكميات مهولة، بعضها موجودة بيد العشائر وبعضها موجودة بيد جماعات غير العشائر. زين، منو راح يقتنع بعدم حاجته لهاي الأسلحة ويبيعهن؟ هاي بقت يم الحكومة.